وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال أيضا: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذن هذا النداء وهذه فضيلة النداء للصلاة، فكيف هي فضيلة الصلاة؟ أولا نعرف الصلاة. ما معنى الصلاة لغة وشرعا؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي أدع لهم، إن دعواتك سكن وطمأنينة لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الناس بالصدقات يدعو لهم بالخير والبركة. الصلاة شرعا هي عبادة بدنية تشمل تكبيرة الإحرام والسلام، أي أنها تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام، وبينهما ركوع وسجود وقيام وقراءة وتشهد إلى غير ذلك، نأتي إلى هذا فيما بعد. وقد تكون هذه الصلاة لا تشمل لا تكبيرة الإحرام ولا السلام، كأن تكون مثلا صلاة سجود التلاوة مثلا، فهي لا تكبيرة إحرام فيها ولا سلام. إذن هذا تعريف الصلاة لغة وشرعا. متى شرعت الصلاة حبيباتي في الله؟ كلنا على دراية بقصة الإسراء والمعراج، حينما أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ورأى نور ربه، وهناك فرضت الصلاة. والله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة بليغة فرضها في ذلك المقام لعلو شأنها وعظم مقامها عند الله عز وجل. فهذه الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة النبوية بسنة واحدة